يعني مش يقول لا، يقول لا انت كذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله وبياك. أسأل شيخنا عندنا سؤال. تفضل. نعم شيخنا الكريم، في مسألة المرأة وما تكلمت عنها من أنه يجب احترامها ويجب تقديرها. نعم. ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم أنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع وكان اقفل على الكلب الرافضي هذا، اقفل شيعي رافضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها. قطع الله لسانك، قطع الله لسانك ودمر بنانك وأحرق جسدك، وأرى العالمين آية فيك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أتتكلم في حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، والذي برأها هو ملك الملوك ورب الأرباب؟ أتطعن في التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها؟ أتطعن في الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وأرضاه؟ أتطعم في التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب امرأة إليه من النساء؟ أتطعم في المرأة التي نزل الوحي في حجرتها في بيتها وهي موجودة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعم في التي زوجها ربنا للنبي من فوق سبع سماوات؟ أتطعم في التي حمل صورتها جبريل يريها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها زوجته قبل أن يتزوجها؟ أتطعن في أشرف مخلوقة وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة؟ أتطعن في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول أنها كانت تدخل الشباب كذا، أي للفاحشة عندها؟ أسأل الله أن يحرق جسدك، أسأل الله أن يدمر بنانك، أسأل الله أن يمزق صفك، أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي لا تسمح له بحرف واحد، بحرف واحد. اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا. هذا دينك هذا دربك، ذبح تفجير وقتل، كفرت كل البرية عاد كافي ما تمل، عايش بعمق البداوة وساكن بفكرك جهل، لا عقل عندك وعندك جايز يرضع الرجل، شوف وتعقل بكتبك تأمل، عاطل وباطل صاعد ونازل صاير رياضي. نعم نعم. ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيفع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها، فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب، بارك الله فيك، ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسول عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. علم العجمي يسأل الأخ ثائر من العراق، ما شاء الله، تفضل يا أخ ثائر، الله يبارك فيك. بمقدار ما يكرهك الوهابيون أنا أحبك وأضعاف مضاعفة، تفضل يا أخ ثائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سماحة الشيخ وبارك الله بكم. الله يبارك. إن شاء الله حبال محمد في قلوبنا، لذلك تعلمنا منكم هذا الحب. بارك الله بكم. الله